أنا أظن أن كانت المشاركة دائما عالية بالنسبة للأقاليم الصحراوية لشعور هؤلاء أنهم هم الذين يمثلون فعلا سكان المنطقة. هناك صراع خفي قوي بين سكان المنطقة المغاربة والمحتجزون في مخيمات تندوف الذين يقولون دائما أنهم يمثلون المثل الشرعي الوحيد كذا كذا، وبالتالي هناك تحرك قوي نضالي لإثبات أن الذي يمثل السكان هو الذي ينتخب السكان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي كذلك هناك الآن جيل جديد من السياسيين في الأقاليم الصحراوية. ما تنساش أن الآن 40 سنة بعد المسيرة الخضراء هناك الكثير من المثقفين من الناس اللي أموا الجامعات الأوروبية والأمريكية والمغربية والذين الآن هم موجودين في الساحة ويناضلون ويشاركون، وهذا شيء مهم جدا، يشاركون كذلك في الانتخابات. وأخيرا هناك صراع قوي في الصحراء ما بين بام وبين حزب الاستقلال، هذا كل شيء كله يعرفه، وبالتالي ينعكس إيجابيا على مستوى المشاركة.